ما هي أول سورة في القرآن الكريم؟ الإخلاص، الناس، الفاتحة. نشوف أول واحد رفع إيده. إيمان. ألو إيمان. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. إيمان شو إجابتك؟ سورة الفاتحة. إجابة صحيحة، مبروك. تستمتعون إن شاء الله معنا، الأمور طيبة؟ خلاص نبدأ الحين بالسؤال الثاني اللي يقول ما هي العاصمة الثقافية لدولة الإمارات؟ نشوف أول واحد سوى ريز هاند. ألو أنا أحمد. أهلا يا أحمد. أيوة. أهلا أهلا، شو جوابك؟ أول شيء في البداية لحظة قل لي اسمك الثلاثي. أحمد حسن رحمة. أحمد، شو جوابك يا أحمد لهالسؤال؟ الشارقة. أحسنت، إجابة صحيحة. راسلنا على واتساب النادي وطرش لنا اسمك الثلاثي.